المتسابقين الموجودين كلهم مواهب. سيف فهاد مطيري متذوق من الطراز الاول، ومن كثر ما هو متذوق في دائره رايد هلال الان، رايد هلال شاعر مميز جدا. القصيد ما مربوط على لا احد يا ابو سحاب. ايه كل قصيده طيب نحفظه. هذا الكلام. اي نعم. طيب عطني قصيده غير رايد هلال. مميز. على خشمي. ناخذ منكم مشاركات على السريع. اي والله هذه قصيده بلسان شاعرها. يقول: يا ابن ربيع الوجه منك يا كني، والوجه ما هو صفات بارد معه، صفات بارد معه، أنا استحي منك وأنت تستحي مني، والكل منا دروب الطيب يبغاها، يوم إني يزبنك يوم الناس تزبني والناس للناس من يوم الله. تراني يزبنك يوم الناس تزبني والناس للناس من يوم الله. يا سلام يا سلام. هذه شاعرنا الكبير سعيد الذيابي، ونعم أحييه من هالمنبر. يستاهل والله. في رجل كفو رحمة الله عليه اللي شوف ربعان. أي بالله يستاهل. أي والله يبيض وجهك أنت. وجهك وجهك ولا سويت شيء. وأنتم رعينا الأول. الله يطول عمرك. أي بالله. عليكم زور. مصر الجبيل القمي من خيرة المرشدين.